السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. بارك الله في عمرك وارزقك الله من فضله. ولك بمثل. شيخ مصطفى، دلوقتي انا اعمل مهندسه في شركه، والشركه دي ليها مواقع يعني في مثلا في الصحراء، الصحراء الغربيه او في اماكن بعيده عن بعضها. لو انا رحت مثلا في موقع معموريه واشتغلت مثلا 4 ايام، هل يجوز الجمع والقصر في الصاله؟ يجوز. مسألة مختلف فيها بين العلماء، وما دمت مسافرا تقصر على التحرير، لكن لا أرى 4 أيام سفرا. الله يكرمك، لم تتخذ دار إقامة.